الغصن هذيك هذيك ما تلوحوش حتى في المبالح وقت تعمل مليح تعمل به قطع ومقطوب باش ما يعملكش شكل حاجة الخضرة في المبالح متاعنا اللي ملحوها. معناتها كيما الزيتونة هي سرجة من السرجات اللي معناتها موجودة برشا في تونس ولكن مع الأسف أكتراتها وقديش اللي تقول وش هي يقول لك ما نعرفش. وهي تتعرف بخصوص فما خطر نبتات أخرى يشبهولها نفس الفصيلة لكن هي كتلقى كعبتها هذيك تغزر لها تقول كعيبة رمان صغيرونة ووقت تجيب الشطيب تولي لون تاعها موف لون يعطي 66 كيف اللي هي الريحان. الريحان هذية اللي هو لاميخت الميخت هذية تدخلوا الانترنت وتشوفوا قديش فيه من فوائد قديش فيه من حاجات صحية قديش فيه من أقنعة تمشي للشعر تمشي للوجه تمشي للقشرة تمشي لكل حاجة مذكورة في بدننا. لو النبتة هذه موجودة في الدار ستون فارماسي. علاش فارماسي؟ الخطر ما فما حتى واحد اللي ما تمشيش عليه قبل كنا نقول نردوا بالنا الناس اللي معناتها عندهم كذا. هذه فما برك المرأة اللي ترضع أو الحامل كي تاخذها هذه هي معناتها تنحي كونستيباسيون. بعض أحيان فما نساء حاملات يبدأ مصورنهم فيهم ان بو دو ديليكات تعملها ديغي دونك الحاجة الوحيدة اللي نجم تعمل ريسك معناتها كل حبيبات هذوك شفتهم كي بداو عندك تعديهم في الميكسور وقت يطيب ولي لهم وتحطهم في دبوزة تشوف الزيت متاعهم للشعر للوجه للقشرة للشربين للمصار هذية من نبتات اللي هي الهيومانيتي متاعها قوية برشا. علاش؟ باهية للغريب باهية للونجين باهية لك القريش من الساعات أنا وانتي كان الصوت متاعنا يذيع يضيع يبح يبح نقول احنا عنده البحة باهية برشا كل ما هم أمراض لي مالاد ريسبيراتوار كلهم مرض تنفسية تنفسية مفيش واحدة منهم ايش باهية ليها. نبتة هذية كي تاخذها الأوراق متاعها وتعملهم تيزان يكفي باش تاخذ ستة عيبات مثلا هما بالجرامات تمشيو ال 25 غرام في إيترما تغليه وتاخذوا دي تيزان كي تبدا الورقة. الورقة هذه تتشيح وتترحى وتتحط في دبيب زيت حتى وقت تعمل فحاتنا اللي نفوحوها لأن الصين والأخرين اللي خذوا علينا خيراتنا الكل والبلدان اللي خذوا معناتها اللي شخشوا متاعهم معناتها عملوا منها حاجات العجب عجب. أنا ساعات نسمع في الكوزين التونيزيان يقول لك نفوحوا بشوية ريحان ريحان هذا ريحان يا لالا ما نستعملوش برشا معناتها كانوا يظنوا اللي ريحان هو الحبق الحبق راهو حبق والريحان مش يبوش لبعضهم جملة معناتها لا علاقة هذه سيلاميغت معناتها تعرف الاسم نتاعها وخضرة وبعد تولي موف وتولي فيها كعيبات وكان تغزر بحدك انت القعبات فما كعبات لون موف فوالا يعطيو كتو هذيك خضرة يعطيو اللون نتاعها هذه معناتها ال 50 غرام في إيترامات تتغلى لمدة 20 دقيقة أو 15 دقيقة وتتصفى وتتشرب 3 مرات في النهار. نقولوا احنا توا الدنيا باش تولي برد باش تولي عندنا الغريب هذه معناتها مناعتها قوية برشا برشا قوي المناعة ولكن الناس ما يعرفوهاش اللي فيها حاجات تقوي لهم المناعة. نشوف أيضا تقول أنت شنو ما الحاجات اللي فيها الماء نتاعها كي تغليه في آخر تشليلة وتشلي به الشعر نتاعك ينحي لك القشرة يغذي لك الشعرة تولي الشعرة متاعك تلمع. النبتة هذية فيها برشا كالسيوم فيها برشا ألياف فيها برشا حاجات اللي احنا نقوله سيغتو الناس اللي تكيفوا الفيمور فما أفغز على ما يتكيفوا تبدأ فما حاجة في كرجمهم كيشبوا تيزانة هذية لا تيزان بالكعبات أو بالأوراق بشوية بشوية نحيلوا ما كمتاع الدخان لكن يتكون في الجريجم متاعهم وفي الحلق متاعهم. دونك لي فيبر حقهم هذه النبتة ما تتحلهمش من الدار ديما موجودة هي ستون بلانت سوفاج تطلع في الجبال في الجبال ونجمو نغرسوها زادا ناخذو نغرسوها كي تاخذ انت واحدة من هذه فيها عرق برك تعمل لك ما تعمل تو فما ديار وليو يغرسوا نباتات في ديارهم تلقاهم في الفيلات وسورتو اللي عندهم خاطر تكبر شوية اللي عندهم الاسباس اللي عندهم الاسباس تكبر الطول نتاعها ما تعديش 3 متر هذيا شي دونك نبته كيف ما نبته هذيا يقول لك القايل علاش ما نغرسهاش ما تتطلب حتى شيء بما ان هي في جبل تصير وسبحان الله تنبت وحده خلي واحد يدلها بها واحد في داره كيف يدلها بها ويحاول باش يعملها لي سيغو نتاعها كيفاش تعملوا هذينا هذه تعمل برشا سيغو تاخذ 70 غرام من الاوراق في ايترا ماء
نفخهم ليلة كاملة 6 سوايع، بعد 6 سوايع اتخرجهم وتطيبهم، طيبهم هو السكر، خليهم يغليوا ساعة غير ربع على نار دافية دافية، نقول احنا سلة سلة حتى تولي عندك ان جوغ دو سيغو، هاك السيرو يتباع، حط فيه دبيبزة كل مرة وين عندك حاجات تشرب ضيفة متاع قهوة مش برشا انت وشنو الحاجة اللي عندك. اللي فاتك اغرب السيغو هذية كما قلت لك اللي تنتغدي بور لي فام انسانت السيغو، نقول لك لا راه الحامل عندها برشا نساء، فما نوع من المسار، فما نوع من الحاجات في الحبالة اللي المرأة يقول لك ماذا بيك ما تاخذهاش، أيضا الصغيرات اللي من العمر متاعهم صغير أقل من 6 سنين ما ياخذوهاش، وبقيتها نافعة على الناس الكل، فيها أنواع الفيتامين اللي فما في الكل، فيها أنواع الحاجات اللي قلناهم في برشا نبتات فيها، هي زادة كيف كيف اللي تغيغيش أو كالسيوم، اللي تغيغيش في الألياف، اللي تغيغيش أيضا الحاجات قلت كيما المناعه وغيرها. معناتها احنا للاسف مدام جميله تعرف نعملوا بها هذايا، نزينوا بها لي بوكي دو فلوغ هذيا هذيا فوالا، لو يعرفوا شفت معناتها هذيا تزينوا شنو هي قيمتها فوالا، وهي بنفسها اغنى من بوكي دو فلوغ في حد ذاتها فوالا. فهمت بعد تيبس ويطيشوها في لابوبيل، معناتها لابوبيل هذيك الغبره نتاعها هي غبره للبدن، يقول لك قولي كيما تشوفها لابوغي بدنك ها تشيحها هذيك وتاخو منها لتيزان، نحن نطيبو تيزان يومين وفي الشتاء نحبو لتيزان، خذوا بربي هالنبتة هذه وحاولوا حاولوا تعرفوا قيمتها. تعرفوا قيمتها. ميرسي جمولتي. فاصل صغير محمد.